بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد سامي أب وليد سامي طالب بمدينة ووهان، يعني الابن الولد والطالب اللي طلق النداء، أول نداء للشعب المغربي، وتمت الاستجابة ديالو بفضل تعليمات صاحب الجلالة أن باش يتم الإجلاء ديالهم. نهار دارت الحجر الصحي على مدينة ووهان نهار 23، دار هذا الفيديو بطلب من يعني طلبة المغاربة، اعتبار أن عندهم واحد جروب تيتواصلوا فيه يعني جميع الطلبة اللي تيقراوا في هذا، وعارفينه يعني اكتيف يعني فاعل في الانستغرام وفي اليوتيوب، عنده لاشين ديالو قبل ما يمشي، وفعلا دار النداء وتمت الاستجابة ديالو فورا من طرف يعني البيان ديال السفارة المغربية، ومن بعد بيومين اعطى جلالة الملك التعليمات ديالو. تنشكروه بزاف انه عطف على يعني ابناء الشعب ديالو وحس بالمرارة اللي حسينا بها يعني، والحمد لله ملي وصلوا وحنا غادي نتبعوا التعليمات، لان هذا يعني هذا شيء صعيب، ونتسناو ان شاء الله ونتمناو ان ما تكونش اصابات في يعني في الطلبه ديالنا. وشكرا.